بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي في لاشين حميد ميكانيك. اليوم جاتني هذه الرينو سامبول فيها خبطة. الخبطة هذه جات في علبة سرعة، يمكن نوضوا وتسمعوا. تسمع الخبطة، درك هاك اللوط اللي على المبريا تروح هاي راحت هاكا رقد خوتي. هذه الخبطة راهي جات داخل علبة السرعة، ان شاء الله تكون حاجة مش كبيرة. هذه راهي ليها واحد 3 أشهر فرق له زيت تاع علبة السرعة، تكسرت له هذه الرولمون تاع الكاردو اللي يجي في السفلي، تركب في السفلي هذا، تركب هاي لك فاش تركب هكذا، تركب هكذا وتدخل في الكاردو. المهم ضيعت له الزيت منا، تلفت هذيك الرولما وضيعت له الزيت، هو ما كانش يشوف. وانا اخي درت لكم فيديو قبل، درت لكم فيديو على هذا المشكل وقلت لكم ديما سونديرو سيمبول داسيا اللي فيهم الكاردون اللي فيها السفلي هذا واللي فيه رولمون ديما عسوها لا تشوفوا ندا او تشوفوا قطره، لازمكم تشوفوا ميكانيسيان، خاطرش الزيت تاع العلبه السرعه راهو خفيف بزاف، سي لا 75-80 خفيف بزاف وقادر يخرج في مام با سمانه، قادر يخرج اكل وتتلفكم علبه السرعه. خوتي اللي هناني تحت سيارة، واخي ديما وصيتكم في الفيديو اللي فاتت قلت لكم تشوفوا اللي هنايا الندى والله قطرة تاع زيت كما هكذا، لازم تروحوا تشوفوا ميكانيسيان، معناتها باللي راهو السوفلي او الرولمون تاع الكاردون راهي تلفت. شوفوا هنا كي نطلع على السوفلي، راهو السوفلي هو اللي تلف. شوفوا هاي وراي القطرة، هاي وراهي في 70 بعد القطرة، هاي وراهي هذه لكم تشوف فيها، هاي اللي هنايا جاية من السفلي، والسفليات هادو اللي ماهمش دوريجين ديما يديروا هكذا، ما يحكموش بزاف ويعاودوا يتلفوا. مالا ديما عسوا كي تاخذ حتى تخدموا السيارات تاعكم، ابقوا عسوها حتى تاكدوا مليح بلي ما كانش ندا وما كان والو هذيك الساعه، معليش بصح هذا الشيء ما يمنعكمش باش ساعه على ساعه تشوفوا لا عندكم كراج تشوفوا لك كما كان قطره، وساعه ساعه طلوا مش كل يوم، في الشهر على الاقل خطره، او كي تروحوا ديروا فيدونج لا عاد في الفيدونج تاع المحرك تاعكم كل 5000، قول اللي يدير فيدونج يشوفكم الجهه تاع لابواط كش ما فيها ندا وفيها زيت خارج. خوتي اللي هناني تحت السياره كما تشوفوا، اول حاجه راني تحت البوشون تاع علبه السرعه باش نشوف فيها الزيت ولا لا. ها الفيدون شوفوها وفارق باش ما تقولوش السينما، درك نشوفو على بالي بلي ما لقاو فيها والو، ولا لقينا فيها قيمة 4 لتر راهي مليحة. وكان نفتحوه هاني فاتح شوية، كان زيدو نفتحوه هكل، شوفو خاوتي ها ما فيها والو، ما فيها حتى قطرة، هاي مام با قطرة. هذا الشيء اللي كان قبيله كي كنا منوضينها كانت ترحي ودير في الحس، درك واش نديرو؟ لازم نزيدو نكبو لها الزيت ونشوفو، إذا سكت الحس وعادو لي فيتاس لاباس عليهم الكل يعقبو، إن شاء الله مولاها تهنا، سينو لازم نحو لابواط ونفتحوها ونشوفو شنو هو المشكل تاعها. خوتي أنا كبينا لها زيت، درك نوضو ونشوفو تروح الخبطة ولا لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. خبطة مازالت كما راكم تسمعوا. كينومبري تروح كما تشوفوا راني ناحية الغطاء تاع المؤخرة تاع علبة السرعة، وشوفوا لهنا كل شيء يابس، ما كان حتى قطرة زيت يابس. وشوفوا الحس اللي ديروا، هذا لكان بيدي لهنا وتحرق هذا الجريسر. كاين هنا ان جريسر اون بلاستيك نورمالجي طويل حتى لهنا باش يطلق الزيت، باش كيعود كيتنوض المحرك كاين ان بينيو يبقى يمشي يبقى يدور مع المحرك ويطلق الزيت لهنايا، لهنا يطلق الزيت في البينيو هذه باش يجريسيهم. هو كي يوقع تسرب تاع الزيت من السفلي هذا اللي راكم تشوفوه لهنايا ينقص، واش يدير؟ اول ضرر اللي يروح للسينكيام، يحرق هذا لوغريسور هاو طويل الطرف بلاستيك داخل علبة السرعة ويخرج حتى لهنا، يخرج حتى لهنا باش يجريسي. كي يحرق خلاص يعود ما يجريسيش، يعود الزيت ما يجيش لهنا. هذيك الساعة يتلف هذا يتلف لبينيون تاع السينكيام وتعود دير في الحس، ومن بعد تروح تزيد تتلف لداخل. دركا الشيء اللي لاحظناه هو اتلاف تاع السانكيام، دركا نحو ونشوفوه. خوتي كما راكم تشوفوا لهنا نحينا السانكيام، ان شاء الله راهي ناجحه. واش لازم دركا؟ هي علبة السرعة نحوها، ومولاها يشري لها انغريسور هذا، واش لازم كما قلت لكم يجي طويل حتى لهنايا، ونفتحوها على زوز وركبوه يركب من داخل ويخرج. وهذيك الساعة نركبوا السانكيام ونركبوا علبة السرعة بلاستر. هوليك السانكيام شو كاش راهو ناشف، ما فيه حتى قطرة زيت والو، هو اللي كان يخبط. شوفوا لهنا ناشف، تقولي ما مقصور بليسونس، هو اللي يخبط ومزية هذا هو. لا تسمعوا بهم يقول لكم هاو السانكرو، هاو السانكرو بالدارجه نقولوا سانكرو، هو هذا لو سانكرونيزاتور يقولوا له، هذا لو سانكرونيزاتور هو اللي دخل البينيون في بعضهم، هو اللي دخل هذو لي بينيون هذا يدخلوا في هذا بلا ما يكون حس، يدخلوا بسهوله. واش كيعود الزيت ما كانش يعود يدير الحس هذا. شوفوا لهنا وشوفوا لهنا، هذه شوفوا ثاني هذه لاباك ناشفه، حتى الزيت اللي كان فيها تلمو سخنت ولا شغل لاغريس وناشف. تاو ديك ناشفه خاوتي، هذا هو. ما تزهدوش، ما تزهدوش بال كي تشوفوا تسريب تاع السفلي تاع الكاردون هذه لجهه السائق، تشوفوا ايدام ولا ديما روحوا الميكانيسيان يراقب لكم السفلي تاع الكاردون، لا عاد موش مليح بدلوه، ولا عاد شوفوا وقولوا يراقب لكم الرولمون تاع الكاردون ثاني تاع السفلي تاع الكاردون ثاني، لا عاد موش مليح بدلوه. لما لقيتوش في الدورجين راه يجي هذا السفلي، لما لقيتوش الدورجين ديروا تاع الاكسبريس راه يجي مليح. خاوتي في الاخر ان شاء الله راكم استفدتوا من هذا الفيديو، نقول لكم ما تنساوش تابوني في لاشين يوتيوب حميد ميكانيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في فيديو اخرى ان شاء الله.